مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة الظفرة، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بتأسيس شركة أبو ظبي التنموية القابضة شركة مساهمة عامة، ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يسهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2018 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي 13. ويقضي المرسوم الأميري أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي 13 يوم الثلاثاء 18 من جمادى الآخرة لعام 1439 هجرية الموافق 6 من مارس من عام 2018 كل في مقره، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أدى اليمين اليوم أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمدن ومناطق الشارقة والتي تضم 85 عضوا يمثلون 9 مجالس بلدية هي مدينة الشارقة ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة الذيد ومدينة دبل حصن ومنطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومنطقة المدام ومنطقة المليحة. حضر مراسم أداء القسم الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر المحلية في حكومة الشارقة. والتقى بعد ذلك صاحب السمو حاكم الشارقة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال 3 سنوات المقبلة. ويأتي هذا القرار حرصا من سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع. أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم مبادرة الألعاب الحكومية الأولى من نوعها على مستوى الحكومات تحت شعار فريق واحد هدف واحد، وذلك لترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة. كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية روبرت هاورد المدير التنفيذي لشركة لوكيد مارتن الإمارات على دوره في تقديم خبراته الميدانية القيادية في محاضرات متخصصة تنفذها الوزارة، والمحاضر الدكتور مارك إنجليش لمساهمته وإشرافه على تنفيذ دورة القيادات التنفيذية الشاملة التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة مؤخراً. وجاء التكريم تقديرا للخبيرين الأمريكيين لما قدماه من جهود وتعاون مثمر في تعزيز المناهج والدورات التدريبية وبما يملكانه من رصيد وخبرة في مجالات تأهيل القيادات، حيث تهدف الوزارة إلى إشراك عدد من القياديين الدوليين في محاضراتها وبرامجها التدريبية للتعرف على تجارب وممارسات دولية مرموقة. اختتمت مساء أمس بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح فعاليات النسخة 5 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، أحد أهم فعاليات الفروسية في المنطقة، وذلك عقب انتهاء فئة الجائزة الكبرى التي شهدت منافسة قوية في الجولة الثانية بين الفارسات المشاركات من 5 دول مختلفة هي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج وروسيا وبريطانيا وألمانيا.
واستطاعت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم الفارسة الإماراتية الأولمبية التي حققت العديد من الإنجازات على ساحة الفروسية في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية من اقتناص المركز الرابع في فئة الجائزة الكبرى بالبطولة بعد أن قدمت أداء استثنائيا ونجحت في إتمام جولتها الثانية بسلاسة محققة تقدم ملحوظ تمكنت من خلاله من الصعود على منصة التكريم الختامية. حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون النهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عديل بن محمد الشامسي بمناسبة زفاف نجلهم أحمد محمد عديل الشامسي إلى كريمة حميد حمد المحضي الشامسي، كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة زاخر في مدينة العين عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين والضباط وجمع من المدعوين والمهنئين، بالإضافة إلى زملاء العريس وأعيان قبيلة الشوامس. وتضمن الحفل عروضا فنية شعبية إماراتية منوعة ابتهاجا بتلك المناسبة. كرم معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمشاريع المركز الاستراتيجية في عام 2017 المنصرم. وأكد معالي أحمد جمع الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير في كلمته خلال الحفل إن تكريم المركز للشركاء الاستراتيجيين يأتي انطلاقا من توجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتقدير الجهود التي تم بذلها من مختلف المؤسسات والهيئات لخدمة هذا الصرح الكبير. وضمت القائمة المكرمين شركاء المركز في تنظيم مشروعاته وأنشطته وفعالياته المختلفة، وعلى رأسها مشروع رمضان ومعرض الحج والتقويم الهجري، حيث شكلت فرق عمل بالتعاون مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة شكلت التي كان لها دور هام في إنجاح تلك المشاريع. افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مزرعة بادية العاملة بتكنولوجيا الزراعة المائية الرأسية في إمارة دبي، وتفقد معاليها التقنيات الحديثة المطبقة في المزرعة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار معالي الزيودي إلى أن حلول الزراعة المائية الرأسية تأتي ضمن أهم هذه الابتكارات الداعمة لاستدامة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والتنوع الغذائي، وذلك لقدرتها على تعزيز الإنتاجية الزراعية وخفض كلفتها. ويظهر هذا في المستوى الذي وصلت إليه مزرعة بادية كونها التجربة الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا النوع من الزراعة، وذلك خلال فترة قصيرة منذ بدء عملها خلال الربع الأخير من العام الماضي. أعلنت لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 أن البرامج والمبادرات المخصصة لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي تسير وفقا للخطة المعتمدة وتحقق نتائج إيجابية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته معالي حصة بنت عيسى أبو حميد رئيسة لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية وزيرة تنمية المجتمع. حضره أعضاء اللجنة، حيث تضمن البرنامج بحث آخر المستجدات المتعلقة باستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي لعام 2019 ومناقشة كفاءة البرامج والمبادرات المصاحبة للحدث، وعلى رأسها برنامج المدن المضيفة والتي يشكل أحد أهم المشاريع التي تتولاها لجنة المجتمع وإرث الألعاب العالمية. كرمت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء وسعادة ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كرموا الفائزين بهاكاثون الإمارات الذي أقيم تحت شعار بيانات من أجل السعادة، وذلك في حفل استضافته جامعة زايد في دبي. وفاز في مراحل الهاكاثون الست 18 فريقا بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الإمارات بواقع ثلاثة فرق في كل مرحلة، وشارك في الحفل مئات المتسابقين والمتطوعين والمحكمين والمشرفين والمدربين بالإضافة إلى المنظمين. وحصل فريق لايف سيفيوز من إمارة الفجيرة الذي تقوده الشابة الإماراتية ميثاء هلال النعيمي على أعلى درجات التقييم، وتمثل المشروع تمثل المشروع بإنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للدغ من الأفاعي والعقارب من خلال جهاز وعقار طبي
مع نظام الاستدعاء للإسعاف الجوي وباستخدام نظم تحديد المواقع GPS. وفي إمارة رأس الخيمة حظيت مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة الذي صادف رابع أيامها بتفاعل رسمي ومجتمعي كبيرين. وعلى الصعيد الرسمي التقى الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالمسيرة بعد أن حطت رحالها على كورنيش القواسم في رأس الخيمة. وفور وصوله تفقد الشيخ محمد بن كايد القاسمي وبرفقته كل من سعادة ريم بن كرم رئيسة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، ووقف على حجم تجهيزاتها والأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة فيها، والتي من ضمنها أجهزة الماموغرام اللازمة لإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم وغيرها. نظمت القيادة العامة للدفاع المدني اليوم مؤتمر الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث 2018 في فندق الريتز كارلتون في العاصمة أبوظبي، ويهدف المؤتمر لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل لتعزيز جهود الأجهزة الحكومية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى التقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها. الزميل عدار السعدي حضرت المؤتمر ووافتنا بالتقرير التالي. متواجدين اليوم في مؤتمر الدفاع المدني 2018 في أبوظبي اللي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني، خلكم ويانا. تنظم القيادة العامة للدفاع المدني احتفال لهذه السنة تحت مسمى الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث. بيكون عدة اليوم مؤتمر في عدة فعاليات، لبدأ المؤتمر فيلم عام زايد وشو نقطة التحول اللي صار من خلال قرار المغفور له الشيخ زايد بخصوص الدفاع المدني من 76 وقبل أو 76 لين الحين. من بعد بيكون عندنا جلسة حوارية ومحاضرات. الجلسة الحوارية بتكون عن فريق إدارة الأزمة، كيف إحنا خلال الفترة السابقة كنا ننظم التمارين واجتماعات مع المؤسسات الوطنية لا قدر لو صار عندنا أي ظرف. بالعكس إن إحنا في آخر سنة 2017 كان عندنا أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، وهاي الخطط اللي والتمارين اللي كنا نعدها قبل أثبتت نجاحها في من خلال الحدث اللي صار. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الحقيقة باليوم العالمي للدفاع المدني في هذا الشهر، شهر مارس، فرصة الحقيقة في هذا اليوم بأننا نتكلم عن دور الدفاع المدني، فرصة الحقيقة نستغل الشعار العالمي للدفاع المدني والمؤسسات الوطنية في إدارة الأزمات والكوارث، الحقيقة نتكلم عن دور القطاعات على مستوى الدولة. ضروري جدا طبعا دور شريكنا الرئيسي اللي نحن طبعا نقدم لهم الخدمة اللي هم جمهورنا الكريم بأن يشاركنا في مثل هذه الأحداث. فرصة أيضا بالنسبة لنا نحن لموضوع التوعية، لأن التوعية فعلا مهمة بالذات في موضوع إدارة الأزمات والكوارث. طبعا توجيهات القيادة العليا واهتمام سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد الله يحفظه على الاستعداد والتجهيز. طبعا الاستعداد والتجهيز وبناء الخطط هي طبعا الحقيقة ما يخفف علينا في إدارة الأزمات، هو بالحقيقة ما يخفف علينا في زمن التعافي وحالة التعافي. أعتقد التجربة اللي عرضناها على الحالة الجوية اللي مرت فيها المنطقة الشرقية في الدولة، أعتقد أن قصة نجاح الحقيقة ترجمتها جميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الخطط إلى الواقع الميداني. ومن الدفاع المدني إلى القطاع الشرطي، حيث ضبطت شرطة العاصمة أبوظبي عصابة الجوائز الهاتفية الوهمية والتي استولت على مال الغير بطريقة احتيالية مستغلة العروض الترويجية لأحد مزودي الخدمات الهاتفية في عملية احترافية أطلق عليها العناكب. وقال العميد راشد مبارك المسماري مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من الجنسيات الآسيوية،
امتهنوا وسائل النصب عبر الهواتف من خلال إيهام الضحايا بفوزهم بجوائز نقدية، لكي يقوموا بتحويل مبالغ مالية عبر شركات الصرافة أو من خلال الأرصدة الهاتفية كرسوم لاستلام الجوائز الوهمية. وحذر مستخدمي الهواتف المتحركة من مصيدة الجوائز الوهمية التي تستهدف إلى الاستيلاء على مدخراتهم بعروض ترويجية خادعة طمعا في الربح المادي السريع من غير ضمانات حقيقية. وهذه نظرة سريعة على إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات أسهمهما لهذا اليوم. ومع درجات الحرارة المتوقعة في إمارة أو في دولة الإمارات وفي إمارات الدولة بشكل عام ليوم غد بمشيئة الله تعالى. ختام نشرة الأخبار في أمان الله.